هذا الحبيب عمر بن هود، عمر بن هادون بن هود بن علي بن حسن العطاس، هذا الحبيب يسمى هارون هذه الأمة. لماذا؟ لأنه محبوب في قومه، يحبونه كل آل عطاس، يحبوا هذا الإمام عمر بن هادون بن هود بن علي بن حسن. وأولاده كثير هذا الحبيب، وأدرك كثير من الرجال، حبيب صاحب عبد الله مولى عمد، وتولى المنصبه والمقام فقام به القيام التام. هذا الحبيب عمر بن هادون كان عالما محبوبا، يعجبه الفعل الحسن، وجاء بعلماء، أولاده كثير من العلماء نفع الله به، عمر بن هادون بن هود بن علي بن حسن العطاس، فهو إمام ابن إمام ابن منى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عالم ابن عالم ابن عالم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولي ابن ولي ابن ولي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حبيب عمر بن هادون نسأل الله أن ينفعنا به وبسره وفي الدارين. وجاء بهذا الحبيب بأبناء كثير، تولى بعده بعد هذا الحبيب ابنه الحبيب حسين بن عمر بن هادون العطاس، نسأل الله أن ينفعنا بهم.